السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا ولاء مكاوي. النهارده هعمل معاكم نشاط حلو جدا للحساب وسهل وبسيط بالنسبه للاطفال. اول حاجه هنعوز ورقتين لونين مختلفين. اول لون هنرسم عليه شكل الايد، وبعد كده هنقصه وهناخده ونلزقه بالجلو على الورقه الثانيه بالشكل ده، ومن تحت هنكتب الأرقام بالشكل دوت زائد من 1 لـ10، أي أرقام انتوا عايزينها هتكتبوها، بس المهم تكون من 1 لـ10 علشان تبقى سهلة بالنسبة للطفل. النشاط ده حلو جدا، بيساعد الأطفال على العد بطريقة سهلة وواضحة، والنشاط ده مناسب من سن 5 لـ8 سنين، وبنغير الأرقام على حسب السن. يا رب يكون نشاط النهاردة عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوا الشير ولايك وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب وصفحتي على الفيس. كان معاكم ولاء مكاوي، مع السلامة.